نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا إذا قال الإمام سووا صفوفكم قال بعض المأمومين سمعنا وأطعنا. لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا. إذا قال استوى قال استوينا، ما له أصل هذا. أو إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، كل هذا ما له أصل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.